حارس مرمى ما زالت الكرة جول. أول أهداف المباراة عم بتسجل عبر اللاعب علي الموسى. جاء النتيجة ما زالت التعادل أسهل بس الزهر بيصدق فضل سليماني جول لنادي شباب الساحل. دار بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. هدف تقليص الفارق عم بتسجل عبر اللاعب إحسان عوضة. كرة بعيدة للخلف عن زهر اسماعيل اللي بيسدد فضل سليماني جول. ابي زهر عم يسجل. ابي زهر فضل هو جهاد الجوني بيعمل الارضية مرة جديدة عم بيخطئ فضل سليماني مع مجح بالتقاط الكرة محمد جعفر جول رابع لنادي شباب الساحل.